اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وسائرنا إلى كل سعادة بحرمة السيد الحضرات الساهر ببركة إن الله قال ملائكة نقول صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي أمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله تم پہ ہر دم کروں
تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، اجدائے حرم اشہر الشاہدین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، واسع عظم ایمان مدرکان بلا والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. إن الليالي حصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي عودة في النبي المحرم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تمہارے حضور میں بنی جائے گی جو بھائی اس دعا کے گھر میں شرکت کرنا چاہتے ہیں رکھیے. دعا جو بات پڑی جائے گی ان شاء اللہ معمول کے مطابق آپ بھائی اس دعا کی برکت میں شرکت کریں گے. اللہ کریں گے. آئیے بات پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله يا علي يا حبيب يا حبيب يا علي يا الله يا علي يا حبيب يا حبيب يا علي يا الله يا علي يا حبيب يا حبيب يا علي. أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الأركان والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الغرور والشكور والأوهام السافلة في القلوب عن مضالعة الغيور. فقد ابتلي المؤمنون فزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما بعثك الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخر البحر لموسى عليه السلام وسخر لنا إبراهيم عليه السلام وسخرنا الجبال والحديد إلى داود عليه السلام وسخرنا البيح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام. وسخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والبلد والمنقود وبحر الدنيا وبحر الآخرة. وسخر لنا كل شيء أمر بيده ملكوت كل شيء Allah Allah Allah
خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين وارضنا ونجنا من الخوف الظاهرين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة مرتبة هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بما علمنا وبما سلامك والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة في قلوبنا وأبداننا والسلام والعافية في ديننا ودنيانا وكل صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا واقص على وجوه أعدائنا وانصرهم على أركانهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون يا سيدي وبالقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد عمى القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شامت الوجوه شامت الوجوه شامت الوجوه وعنت الوجوه حسبي الله
حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. یا الہ نبی مولانا نے دعا پڑھی ہے جس کی قوت کی بتائی ہو پھر ہم بس دعا کرتا اس کا پڑھنا اپنی بات میں قبول کرتا مولا اس کی دعاؤں کا صدقہ اس کی برکتوں کا صدقہ دونوں جہاں میں اس کی برکت عطا کرتا مولا اس کی دعا اس کی برکتوں کا صدقہ الہ نبی ہمارے جائز دعاؤں کو انتجاؤں کو اپنی بات قبول کرتا یا اللہ ہمارے حال کا کام ہو کر فرما مشکلات کا ساری عطا ہمارے قبض کرے دبے مولا غیب سے مدد فرما یا الہ نبی یا محمد حمید بے روزگار ہے اچھا روزگار عطا فرما جبر سے بھی روزگار ہے ان کی روزگار میں برکت دے مساعد عطا فرما یا اللہ قدر کی ٹھوکرے کھانے سے محفوظ فرما مالک اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما یا الہ نبی یا جو پریشان حال ہے جو بھائی جس حال میں مبتلا ہے جس کے لیے بھی دعا کرنے آئے ہیں جس ارادے سے دعا پڑی ہے جو دعا مانگنا چاہتے ہیں یا الہی تو حالوں کو دلوں کے حال جانتا ہے تو نیتوں کو جانتا ہے تو ہمارے احوال کو کردار کو ہمارے زندگی کے معاملات کو تو جانتا ہے کون کی بھی مشکلات میں کھلا ہوا ہے سب تیرے سامنے ہیں سب تیرے بندے ہیں یا اللہ تو نے آزمائش اتاری ہے تو ہی ڈالے گا پر مالک دعا کرتے ہیں مولا ہمیں جتنی آزمائشیں ہم پر آئی ہیں یا اللہ ہمیں ان آزمائشوں میں صبر عطا فرما یا اللہ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ان آزمائشوں سے نجات نصیب فرما یا اللہ اپنی رضا عطا فرما جس قرآن کے ساتھ جس کی ہاتھ اٹھے ہیں جو دعا مانگنا چاہتا ہے مولا سب کی خالی ہاتھوں کو کفر قرآن سے پوچھ فرما تمام کی لیے جائز دعاؤں کو التجاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کی محمد وعلیٰ اللہ